موجز لأهم الأنباء من شوف تيفي، أهلا بكم. لقي شخصان حتفهما وأصيب 14 آخرون بجروح متفاوتة، من بينهم 4 في حالة خطيرة في حادثة سير وقعت فجر أمس الأحد بإقليم اليوسفية. ونقلت قصصة لوكالة المغرب العربي للأنباء عن مصادر من السلطات الجهوية قولها أن هذه الحادثة والتي وقعت على الطريق الجهوية رقم 201 الرابطة بين شيشاوا وسيدي برنور نجمت عن تصادم بين سيارة من نوع بيكاب وأخرى من نوع رونو إكسبريس، وتم نقل الضحيتين إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجامعي محمد الخامس بأسفي، فيما تم نقل الجرحى إلى المستشفى الإقليمي للا حسنة باليوسفية. وعزت نفس المصادر أسباب هذه الحادث إلى قلة النوم والسرعة المفرطة. أدى انهيار سقف أحد المنازل المتواجدة بالمدينة القديمة في الدار البيضاء على مستوى زنقة قلميمة درب 12 زوال أمس الأحد إلى إصابة عدد من المواطنين بالصدمة والهلع مخافة تكرار سيناريو انهيار منازل فوق رؤوسهم. حادث انهيار سقف المنزل الذي يعاني أصلا من تصدعات كبيرة والذي لحسن الحظ لم يخلف ضحايا في صفوف قاطنيه نتيجة تواجدهم خارجه لحظات انهياره، استنفرت السلطات المحلية التي حضرت إلى عين المكان لوجود فرضية انهيار المنزل بأكمله. ويدق سكان المنازل الآيلة للسقوط بالمدينة القديمة ناقوس الخطر من وقوع خسائر في الأرواح ما لم تتدخل السلطات المختصة من أجل ترحيلهم من هذه المنازل، خاصة في ظل المئات من الشكايات التي قدمت سابقا في هذا الموضوع. شرق أوسطيا، قال مسؤول بالحكومة الإسرائيلية إن المفاوضين الإسرائيليين وصلوا الاثنين إلى القاهرة للاجتماع مع الوسطاء المصريين الذين يجرون محادثات لإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكثر من شهر بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية حماس. وكان الجانبان قد اتفقا الأحد على وقف جديد لإطلاق النار لمدة 72 ساعة لمنح المفاوضات فرصة بعد انتهاء هدنة سابقة يوم الجمعة دون التوصل للاتفاق. وقال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا واحدا أطلق على منطقة تل أبيب قبل أن يبدأ سريان هذه الهدنة في الساعة 9 بتوقيت غرينتش يوم الأحد، وربما يكون قد انفجر في البحر. ويقول مسؤول مستشفيات في غزة إن القتلى الفلسطينيين الذين سقطوا منذ أن شنت إسرائيل هجومها في 8 من يونيو هم في معظمهم من المدنيين. نختم هذا الموجز بالخبر الرياضي، حيث سيقود الثلاثي الناري المؤلف من البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي باير والكولومبي خامير رودريغيز ريال مدريد الإسباني خلال سعيه لإحراز كأس السوبر الأوروبية المقررة الثلاثاء في غاردييف عاصمة ويلز أمام إشبيليا الإسباني. وكان الفريق الملكي أحرز لقبه القاري العاشر إثر فوزه الدراماتيكي على جاره في نفس المدينة أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الوقت الإضافي، علما بأن الخاسر تقدم بواحد لصفر حتى الوقت بدل الضائع قبل أن يدرك سيرجيو راموس التعادل ويفرض التمديد. أما إشبيليا فتوج بطل للدوري الأوروبي بفوزه على بنفيكا بركلة الترجيح، وستكون الأنظار شاخصة تحديدا على صانع الألعاب الكولومبي رودريغيز أحد أبرز نجوم مونديال البرازيل وهدافه برصيد 6 أهداف، كونه سيخوض أول مباراة رسمية في صفوف فريقه منذ انتقاله إليه قادما من موناكو مقابل صفقة ضخمة نهز 80 مليون يورو. بهذا الخبر الرياضي نأتي وإياكم أعزائي الكرام إلى نهاية هذا الموجز، أطيب المنى، إلى اللقاء.